نعم، يعني الأوضاع في مدينة رفح تزداد صعوبة، وعلى المستوى الميداني وأيضا على المستوى الإنساني والمعيشي، في ظل تكدس النازحين في هذه التضييق بأهلها وسكانها الأصليين. هناك 1.5 مليون نازح لجأ إلى مدينة رفح بحثا عن الأمن والأمان، وأيضا تحت وطأة الضربات والقصف الإسرائيلي العنيف الذي أجبر المواطنين على الخروج من مدينة غزة وشمالها وبعض المناطق المحافظة الوسطى، بالإضافة إلى خروج سكان مدينة خان يونس ومن معهم من نازحين إلى مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة. هذه الليلة كان هناك عمليات قصف عنيف لين في مدينة رفح. المنزل الأول كان في منطقة حي النصر شمال مدينة رفح، حيث قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الزعرب، مما أوقع عدد كبير من الشهداء والجرحى الذين نقلوا إلى خان يونس. والمنزل الآخر هو منزل في منطقة الشابورة لعائلة جودة، والتي أدى أيضا إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين، نقلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار، ليرتفع أعداد الشهداء جراء هاتين الغارتين إلى نحو 14 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات الإصابات جراء الغارتين، والتي تأتي في سياق الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ 3 أسابيع، والغارات لم تتوقف على مدينة رفح، حيث كثفت الطائرات الحربية الإسرائيلية من عمليات القصف الجوي والتي استهدفت عدد كبير من منازل المواطنين، بالإضافة إلى عمليات إطلاق القذائف المدفعية على طول الحدود الشرقية لمدينة رفح، بدءا من معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح وصولا إلى معبر صوفا. هذا المعبر الإسرائيلي أو النقطة العسكرية الإسرائيلية التي تقع ما بين مدينتي رفح وخان يونس. الأوضاع في رفح خطيرة جدا أيضا على الصعيد الإنساني والمعيشي، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية وصعوبة الحصول على المواد لازمة للمواطنين حتى يستطيعوا يعني الصمود أكثر، في ظل يعني نقص الإمدادات وقلة الشاحنات التي تصل إلى معبر رفح بفعل الإجراءات الإسرائيلية المعقدة لدخول الشاحنات، وأيضا بسبب كثرة النازحين والعدد الكبير من النازحين، والتي هذه المساعدات لا تستطيع أن يعني توفر لجميع المواطنين، لذلك هناك صعوبة بالغة في الحصول على المواد الغذائية وحليب الأطفال، وأيضا هناك نقص في المستلزمات والأدوية، وهذا الأمر يصعب من حياة الناس خاصة في فصل الشتاء، ويعني انخفاض درجات الحرارة بصورة كبيرة جدا. هناك حالة من البرد الشديد في مدينة رفح، وأيضا وسائل التدفئة، على اعتبار أن الناس معظم النازحين يعيشون في خيام ضعيفة متهالكة لا تقيهم يعني هذا البرد والأمطار، ولذلك الأوضاع الإنسانية والمعيشية صعبة ومعقدة. وما يزيد من يعني تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية وهو التهديدات الإسرائيلية المتواصلة من شن عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح، على غرار ما حدث في المدن والمحافظات الأخرى. كل ذلك يعني يقلق المواطنين ويخلق حالة من الخوف والهلع. أيضا في مدينة خان يونس القصف الإسرائيلي ما زال متواصلا، وصل يعني اليوم تم انتشال 5 من الشهداء من مناطق متفرقة من مدينة خان يونس، وتم الذهاب بهم إلى مستشفى غزة الأوروبي، فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصار مجمع ناصر الطبي وتقوم بعمليات التفتيش والتدمير لمرافق هذا المستشفى، في ظل تهديد لحياة المرضى والطواقم الطبية ومرافقين المرضى، حيث استشهد بفعل هذه الإجراءات 5 من المرضى الذين كانوا يعيشون على أجهزة التنفس الاصطناعي.